قررت الاستجابة لطلب فريق عملي في كليات التقنية العليا الذي تحداني في أن أذكر في دقيقتين إنجازات كليات التقنية وفي آخر سنتين ونحن على عتاب 2020، على الرغم من أننا أكبر صرح تعليمي على مستوى الدولة ولنا أكثر من 30 عام ولدينا 16 فرع وخرجنا أكثر من 62 ألف خريج وخريجة ويدرس لدينا أكثر من 23 ألف طالب وطالبة، ولكن لنبدأ التحدي. أطلقنا خطة الجيل الرابع لكليات التقنية العليا بهدف تخريج شركات ورواد أعمال وقادة فنيين وتوفير فرص للجميع، ودشنا أول منطقة اقتصادية حرة بفرعنا بدبي باسم إنكيوبيشن، خصصنا بتوجيهات القيادة الكريمة صندوق بقيمة 100 مليون درهم دعما لريادة الأعمال، ووفرنا فرص تعليم متنوعة فارتفع عدد الطلبة المقبولين إلى 3 أضعاف. جميع طلابنا تم توجيههم للتدريب في القطاع الخاص، وارتفع نسبة إعادة توجيه خريجين للقطاع الخاص من 26% إلى 57%. 93% من جهات العمل أكدت رضاها على جاهزية خريجينا للعمل. جميع برامجنا الـ 71 حصلت على الاعتماد الأكاديمي CEA، وأقمنا شراكات مهنية مع 22 جهة عالمية مانحة للشهادات الاحترافية، وربطنا جميع برامجنا بالشهادات الاحترافية والأكاديمية لتخرج الطالب بشهادتين، ولدينا اليوم 3720 من طلبتنا حاصلين على شهادات احترافية عالمية. وعدنا لنؤكد رسالة الأساسية للكليات بتخريج حملة الدبلوم مع استمرار مسار البكالوريوس، ولدينا 2033 خريج وخريجة من برامج الدبلوم، وطبقنا الفصل الصيفي ويلتحق به 13,000 طالب وطالبة، وحققنا ما يزيد عن 1.5 مليون ساعة عمل تطوع أنجزها 19,421 من طلبتنا في 322 مؤسسة، وضاعفنا عدد أساتذتنا الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى 59% يتمتعون بالخبرة العملية والصناعية، وخصصنا أكثر من 20 مليون درهم كمنح لدعم البحوث التطبيقية، وفزنا بجائزة بلاك بورد العالمية عن فئة التغيير، وبدأنا كأول مؤسسة بالدولة تمنح شهادة المعلم الرقمي لأساتذتنا. أطلقنا برامج السند للتوطين الهيئة الإدارية، ودعمنا توظيف 257 من خريجينا، ورفعنا نسبة التوطين في الكادر الإداري إلى 61%، ونجح فريق المسرعات الحكومية لدينا في تسريع 32 عملية ضمن الخدمات المساندة، ولأن صحة وسلامة الطلبة أولوية حصلنا كأول مؤسسة تعليمية في المنطقة على جائزة روسبا الفئة الذهبية للصحة والسلامة المهنية. أطلقنا أكاديمية مهنية لقطاعات متخصصة، وبدأنا في تجارة التجزئة واللوجستية والصناعية، وتم تكليفنا من قبل مجلس الوزراء بتدريب 18,000 إماراتي لتطوير مهاراتهم الوظيفية. انتهى الوقت وهناك المزيد، ولكن يبقى التأكيد على أن بناء الإنسان عملية مستمرة ولا تقاس بزمن، ونحن مستمرون.